بسم الله الرحمن الرحيم. دابا غنتعلموا ان شاء الله في فيزيا ستوديو في واحد الجريد كيفاش ناجوتيو لي بوطون في كل سطر بوطون، وهذا البوطون تدير شي كالكيل ولا شي خدمه ان شاء الله. فوالا، مثلا تخيل مثلا عند دابا لوجمون، لي لوجمون عندو لي دي لي بي لو بري. تخيل بغيت ندير دي بوطون في كل سطر ونزيد نختار هذوك اللوجمون اللي بغيت ونزيد مثلا 10%، نزيد 10% في البري. فوالا، اذا غنحاول ان شاء الله انني نصايب هاد التابي هذا. فوالا، اذا نصايب شي فورمولا جديد. فوالا، تا بوطون دروات، هذا زوين التابي هذا اللي فيه لي بوطون في كل سطر، اللي تقدر دير دي كالكول ولا شي حاجه، وخصوصا في لي زيكزامان تيكون كلاسيك. فوالا، اذا غندير ويب فورم ا ونمشي عند هنا كما قلنا، ندير واحد الجريد، ناجوتي واحد الجريد ان شاء الله. وكما قلنا ناخذ داتا، كاين هنا جريد فيو. فوالا، ونمشيو كيما هنا نحاولوا اننا نكوبي كول اذا شارجمون اللي درناه في التبيات اللي سبقوا كاملين، بلا ما نبقاو كل تبي نبقاو اننا نعاودوا في سميتو. احنا ان شاء الله نمشيو ناخذوا هاد بيبليك شارجي كونترول سي، وغنجي ان شاء الله عند ويب فورم ا، عند ويب فورم ا، ونحاول انني في هنا ناخذ هاد الفونكسيون. فوالا، نجي لهنا وندير لي زيفينومون ديال الباج. فوالا، و اف كما قلنا اف باج از بوست باك ايكالا فالز، دائما از بوست باك ايكالا فالز. غنشوفو درس ان شاء الله التفسير ديال لي زيفينومون دو باج، ماشي اول دوموند ديال الباج. نحاول هنا نعيط على شاغ جي. فوالا، وباش ما يبقاش مسطرنا على هذاك خصنا واحد جوج لعيبات ديال كيما قلنا توجور يوزين سيستم. فوالا بوان داتا، فوالا بوان فيرغول يوزين سيستم بوان داتا بوان اس كيو ال كليون. فوالا، هنا اس كيو ال كليون استسمح. فوالا، هنا فوالا بوان اس كيو ال كليون باش ما يبقاش يعطيني هاد لي زيرو. صافي، الحمد لله بخير الامور. دابا نشوف نعوض دابا واحد جديد. دابا ايدي تيليكرون نزيد شي بوطون، اذا هنا بوطون فيلد ان شاء الله اجوتي، نسميها مثلا اوغمونتي السالير، اوغمونتي البري، نسميها مثلا اوغمونتي البري. فوالا، اذا هاد اوغمونتي البري بلاتي نزيد اوغمونتي البري تاكس، يا اما ندير ليان ولا شي حاجه، وهيدر تاكس درناها الهيدر دابا ولا شي حاجه. اذا هيدر تاكس اوغمونتي البري ولا تاكس ولا كونترول اكس، نحاول ندير هنا في الهيدر في كونترول في. تيبقى دابا الكوموند نيم اللي مهمه بزاف هي كوموند نيم اللي غنسميها مثلا بي ان بوطون ا، غنسميها بوطون ا، ونحاول انني نبرمج هاد ليفينومون فراو كوموند. اذا كما قلنا اوكي، وغلا وغنمشي عند هنا، غنمشي اذا نحاول نكونفيرتي تسميح هاد اوغمونتي البري، غندير لي غون اوكي. فوالا، جو ريب نشوف حسيبان عاد يبان ان شاء الله، الا ما بانش عاد نشوف ليرور فين كاين، ما بانتليش لي بوطون في اوغمونتي بري، ولكن ماشي مشكل. اذا غنمشي هنا، غنمشي عند لي زيفينومون، كاين هنا رو كوموند. فوالا، رو جريد ان رو كوموند، اذا نشوف هنا رو كوموند، ها هو رو كوموند. وهنا غناخذ لي كوموند اللي عندي اف مثلا، وغي اكورات مفتوحه اكورات مسدوده، و اف هاد ليفينومون او هذا باش نعرفوا شكون هو الكوموند. اف او بوان كوموند نيم، كوموند نيم استسمح فوالا. اف او كوموند ايكالا بي ان، كنا سميناها بي ان، لاحظتوا. فوالا، وهذيك بي ان هي اللي اونتر دو كوتس مع اون شين دو كاريو. غير نختي، اذا نحاول ناجوتيو ان شاء الله كولون دابا. فوالا، كما قلنا ايديتي، غنجيب دابا بوطون فيلد. فوالا، نقول لي اوكي، يقول لي اختار لي ليان، اختار بوطون سي بي، اما ايماج ولا بوطون اللي بغيتي. سي ايماج تقدر دير ايماج ودير لها اليو ار ال ديالها، كانت ايماج، دير لها غير بوطون، التكست ديالها مثلا اوغمونتي.
اوغمونتي فوالا صافي مزيان اوغمونتي بقات دابا كوموند نيم هي المهمه. خصنا نعطي واحد الاسم ديالها باش تقدر نديرو بزاف ديال لي بوطون. خصنا كل واحد نعطيو الاسم ديالها باش نقدر نبرمجوها فوالا. اذا خاصها تكون عندنا واحد سميتها كوموند نيم، نسميها مثلا بي ان باغ اكزومبل، بي ان ولا بي مينيسكول بي ان فوالا. اذا هادو هما المهمين بزاف صافي اوكي اما يجيو اوغمونتي صافي كما قلنا هنا عمرناها. بقات دابا نبرمجو كل بوطون هذه. اذا بغينا نبرمج هذه غنمشي عند هنا ونمشي عند لي زيفينومون، نقلب على كوموند رو. اذا رو كوموند نكليكي لها جوج مرات، شوف معايا هاد رو كوموند نكليكي لها جوج مرات غتعطيني ليفينومون جريد فيو رو كوموند، وعندي واحد ليفينومون جريد فيو كوموند ايفنتس ارغ او غنخدم بهاد او هذا. اذا غنقول اف سهله مثلا، كانت عندي جوج بوطونات بنبرمجهم ندير جوج افاس اف غنقول ليه او بوان، وكاينه واحد التويشيه سميتها كوموند نيم فوالا هي كوموند نيم. غنقول ليه السميه اللي سميناها شاند كاركتر سميناها بي ان فوالا، ندير الكود ديالها عادي. الا كانت عندي شي بوطونه اخرى ثاني زدتها بار لاسيستون سميتها بي 2 بغا نبرمجها غندير لها هذه. اذا شنو الهدف ديالها؟ الهدف ديالها هو غنديمينيو من لا باز دو دوني، يعني غنقدروا نديروا لا موديفيكاسيون، وبالتالي غنستعملوا المود، نقدر نستعمل عاديه المود كونيكتي فوالا. اذا غنحاول انني نمشي لهنا حتى الكونيكسيون الحمد لله دايزه كونترول سي فوالا. غنجي هنا يا بسم الله كونترول في هاد الكونيكسيون كون بوان اوبن فوالا. نحاول انني تكون بوان اوبن ونسد ثاني كون بوان كلوز فوالا. كون بوان اوبن كون بوان كلوز فوالا. ونحاول ندير واحد لوبجي كوموند. اذا لوبجي كوموند هو هاد لوبجي كوموند ماشي كونترول سي فوالا. نجي لهنا هاد لوبجي كوموند نحاول انني نبدلو. اذا غندير اس كيو ال هاد المره اس كيو ال كوموند. اذا راه درنا هاد الشيء في لادو فوالا كونترول سي مثلا كونترول في مزيان كونترول في صافي. و غيكون عندنا دي باغامتر، عندنا يكون عندنا ان شاء الله بارامتر واحد فوالا اللي هو اس كيو ال بارامتر اللي غي يقال نيو اس كيو ال بارامتر اللي فيه بوان فيرغول نسميو اروباسك ا ولا فالور ديالو. انا نشوف لا فالور ديالو شنا هي ولا روكيت هنا ندير ابديتس ابديتس لوجمون فوالا فروم لوجمون 7. خصنا ندير هنا 7 بوندير 7 البري الجديدة ايكالا بري القديمة زائد اوغمونتي بار 10% اذا مقسومة على 100. غنشد هنا اوغمونتي فوالا ونضرب في البري فوالا اسباس نمشي فروم غتكون عندنا دابا وير كونديسيون ديالنا وير هنا كلي بريمير سميه ديالو ايدي لوجمون وير ايدي ايدي لوغ ايدي لوجمون ايكالا اروباسك فوالا. بقات لنا دابا غير نعطي لا فالور دو ا. اذا هنا سمح ليا ندير اللعبه ديال الكوموند بوان بارامترز نسميو هذه السامتي. نجي لهنا شفت السامتي بوان بارامترز بوان اد بي و نحاول اكزيكيوتيها السامتي بوان اكزيكيوت نون كويري فوالا فوالا الحمد لله فوالا. بقات هنا بوان فيرغول. انا دابا لا فالور دو ا اللي هو شنو هو نرجعوا ليها هو هاد الاولاني. هاد الاولاني هو سيلول ا. اذا سيلول ا بقى دابا لانديز ديال لا لين في كل كوموند فوالا. هادي غنديرو هنا سهله غندير ان شاء الله عاديه هاتا. غنجيب دابا القيمه ديال ا هي انت ا ايكالا انت بوان با
بارز ناخذ بوان فيرغول 10 بوان جريد هاتا 10 بوان جريد فيو ا بوان روز هايا قادنا لانديز ديال لا لين بوان بوان سيلول 1 بوان سيلول فوالا سيلول 1 علاش لانها الزيرو كولون زيرو موديل لي بوطون كولون 1 هو هذا فهمتي دابا كولون زيرو وبقات لنا دابا بوان تكست ناخدو هنا بوان تكست فوالا بقات لنا لانديز ديال لالين الا بغيتنا لانديز ديال لالين هي هو واحد ليفينومون انت فوالا تا هو انت هذاك لانديز ديال الاي انديس لانديس ايكالا فوالا int parse voilà بين قوسين point virgule c'est-à-dire e point commande argument ديك ليفينمون e point commande argument commande argument ها هو قال لك commande argument object و commande argument نحاولوا لتو string voilà غيعطينا الانديز ديال لالين وبالتالي هاد الانديز هذا غناخدو هنا كونترول سي غنجي هنا كنا كونترول هنا ناخد لا فالور ديال هذا هو لا فالور اذا الحمد لله نشوف هذا الشيء واش مزيان ولا لا اذا نحاول نقلب نوكمونتي مثلا هذا اللي فيه 500 باش تولي 550 اعتقد اذا غنمشي لهنا وندير بوطون دروات وندير هنا براوزرز براوزرز ويد فوالا ويب براوزرز هذه فوالا الحمد لله غن اوغمونتي هاد 500 فوالا اذا بري اكس عندي خطا هنا بشويه عليا ما تخلعش لان هنا البري فوالا اذا البري بري اكس البري جديده تساوي البري القديمه زائد هادي اذا مثلا بشويه عليا بوطون دروات فيو ان براوزرز لا استسمح نو براوزرز ويد انترنال فوالا اذا الحمد لله هو هذا اوغمونتي 500 اذا خاصني واحد الشارجي باش يتشارج لي هذه في التحت ديال الكود واجي لك نحاول نقلب نقلب على الباز دوني هي اكزيكوتي اذا حقيقه ما درتش اذا ما اكزيكوتاتش فوالا اذا نرجع الكود ديالي بشويه كما قلنا نحيد هذه فوالا ابليت لوجمون سيت بري يساوي بري قديمه زائد 10 هذه غتولي دائما زيرو علاش لان سميتو لان البري درتو انت وبالتالي تخيل غن اوغمونتي خص نحولها دي بورسون يعني 100 نقدر ندير هنا زيرو فوالا نشوف دابا وكاين خاصنا شارجي في كل مره اذا غير نسالي الكوموند ديالي خاصنا نعيط على شارجي نشوف واش تقدر تبدل لينا ولا لا فوالا اذا نشوف بسم الله ثاني براوزرز براوزرز ويت فوالا انترنال الحمد لله هو يجيب لي دوني نحاولو اوغمونتيو ها هي 550 برافو ودرنا شارجي اذا شكرا على الانتباه ديالكم والى اللقاء المراحل الله يرحم باكم اللي مهمه هي كيفاش تزيد هذا البوطون في هذا الكريد ها هي شناها تمشي لهنا فوالا تدير ايدي تيلي كولون وتزيد هذاك البوطون فيلد وتدير الخواص ديالها بعد تبغى تزيد شي بوطون اخرى ها حتى وتمشي لهيدر الاسم ديالها مثلا ديمينيي شي حاجه ولا هذه ديمينيي صافي وتدير كوموند نيم مهم تدير هي بوطون دو وتبروغرامي مع راسك اذا شكرا على الانتباه ديالكم والى اللقاء